موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أعلن رئيس نداء الشمال أبو القاسم برطم تضامنه الكامل مع الناظر محمد الأمين ترك في مطالبه التي أعلنها، وحمل برطم الحكومة الانتقالية بقيادة حمد وكوال برهان وكل شركاء الحكم من الحركات المسلحة مسؤولية الخلل، كما حمله لجميع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كما شجب الظلم والقهر الذي تمارسه لجنة التمكين. قال عضو مجلس شركاء المرحلة الانتقالية جمال إدريس إن الأزمة في البلاد ليست سياسية كما ذهب إلى ذلك رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، بقدر أنها أزمة اقتصادية ومرتبطة بمعاش الناس. واعتبر إدريس أن ما حدث بشأن الدولار الجمركي سيزيد الأسعار، والقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء ستؤدي لزيادة التضخم. طالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الحكومة بالإفراج عن الدكتور عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين السودانيين الأسبق، واستنكرت بشدة منع إدخال الأدوية العلاجية الخاصة به إلى معتقله، خاصة أنه يعاني أشد المعاناة من مرض السكري وأمراض أخرى، معربة عن أسفها للاعتقال على خلفية مشاركة الخليفة بالتظاهر والتعبير عن رأيه. قالت مصادر مطلعة إن مجلس الأمن الدولي حدد 8 من الشهر الجاري لانعقاد جلسة طارئة تخصص لأزمة سد النهضة الإثيوبي. ونقلت صحيفة السودان عن المصادر بأن وزيرة الخارجية مريم الصادق ووزير الخارجية المصري سامح شكري سيشاركان في الجلسة التي تعد أول سابقة لمناقشة أزمة مياه في إحدى جلسات المجلس. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.